الخير، انا منى مديره صالون لارتيستا بيوتي سنتر. اهلا وسهلا فيكم. احنا في الصالون بقدم خدمات كثيره لكل النساء. في عندنا الحمام المغربي، المساج، العنايه بالشعر، العنايه بالاظافر، وكل الخدمات المتاحه بكل الصالونات. بس اللي بيميزنا انه احنا الحمام المغربي تحت اشراف مغربيه وبجميع الخلطات الطبيعيه. بالنسبه للعنايه بالشعر بنستعمل براندات معروفه كثير بالسوق، واللي تكون هي اشياء من مكونات طبيعيه. توصلوا لعنا بصفحات السوشيال ميديا، الانستغرام باسم لارتيستا بيوتي سنتر، وارقام التليفون اللي حتكون موجوده على الشاشه. ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم في قطر. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة السيدة درساف عطية. بداية نسعد مساكي. يسعد مساك كلك. طبعا في البداية حضرتك صاحبة مركز لارتيستا للتجميل وبالتحديد في دولة قطر. اتعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. معك درساف عطية، تونسية الجنسية، مقيمة في قطر من 14 سنة. صاحبة مركز لارتيستا للتجميل مع شركة ثانية، شركة ميليبول اكويبمنت للتجارة والخدمات. بس أم البنتين ما شاء الله. بس نعم. بس تحكي لي شوي أكثر عن بداياتك أنت، كون أصلا أنت عم تشتغلي بمجال مختلف بعيد كليا عن التجميل، أنت كيف اجتك فكرة إنشاء هذا الصالون وليش بالتحديد اتجهتي لهذا القطاع؟ هو أنا ابتديت من أسفل السلم. من 14 سنة ابتديت بالعقارات، بالموظفة في شركات، والحمد لله ربنا وفقني. في 2019 فتحت الشركة ونجحت، حول الله، الحمد لله، الحمد لله. وبعدها هي كانت بالنسبة لي الشركة كانت عسكرية أكثر، ستريت يعني هيك. فكانت فكرة الصالون أول شيء تحدي للشخصي أنا قبل ما يكون تحدي للبزنس بصفة عامة. فكانت المتنفس اللي عم بدور عليه، يعني كلنا نروح صالونات، كلنا بنحاول انه نكون احلى او بنرتاح او بندور على العنايه بالبشره او عنايه بالجسم او عنايه كذا. بس انك تروح صالون فكان دائما في نواقص او في اشياء كنت حابه اني اضيفها، فجت فكره الصالون. بس نعم. شو هي اهم الخدمات اللي انتم عم بتقدموها عندكم هون؟ خدماتنا نفس الخدمات اللي موجوده في الصالونات كامله، يعني الشعر، العناية بالبشرة، الحمام المغربي، الأظافر، فنفس الخدمات. بس هذا اللي متعارف عليه في الصالونات كلها يعني. نعم. بس شو أكثر إشي عم بيميزكم عن المراكز الثانية أو الصالونات الثانية؟ هو اللي يجينا يحبنا بالتونسي. ف احنا كونها بزنس اتس اوكي، بس انه واخدينها مكان انه الناس ترتاح له، ان الناس تحب ترجع له، انه الناس البنات خاصه او الستات مش كونها رايحه بس مضطره لانها تعمل شعرها لانها طالعه برا. لا، انا رايحه اعمل شعري بس راح استانس في المكان هذا، راح ارتاح وانبسط واطلع منه براحه نفسيه جديده يعني. فاحنا بنحاول نخليه فاميلي اكثر، بنحاول نخليه ماهوش سوفيستيكيتد، يعني الناس ما تدخلش تحصل ريسبشن ادفع ولا لا، ارتاح.
نعم. وإذا في أي ملاحظات أي شيء بنحاول نصلحها نغيرها نجددها بنواكب التغييرات إيش في تغييرات فهذا هو. نعم، شو هي أهم المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم تواجهوها بقطاع الصالونات؟ أنا بحكم إني دخلت المجال جديدة مش قديمة كيف غيري بس الأكبر مشكل بالنسبة للصالونات لأنه الصالون متغرم إيجار متغرم عمالة متغرم البرودكت اللي موش رخيص إذا يحب يخدم في مستوى معين غير وغير وغير فتجي تصادف يقول لك لا أنا بجيك بالمبلغ هذا بروح فريلانسر واحدة بتعمل لي في البيت بعطيها 50 ريال و 100 ريال في شغلة ثانية اللي صارت بالنسبة لي أنا يعني أصعب وعم بتضر بالمجال الصالونات والأوفرات نوعية الأوفرات تيجي واحد يقول لك 299 ريال 8 ولا 10 خدمات بأي عقل تروح فرصة 299 ريال فرصة 300 ريال عندك 8 خدمات تروح تحصلها لو بس تقف دقيقة وتسأل إيش الخدمات بتحصل إنه الخدمات الكل ما هيش خدمة في الأصل ما وصلتش الخدمة يعني إذا رحت للشعر يقول لك لا أنا بعمل لك بس بلو دراي طيب وبعدين بتغسل شعرك لا تدفع زيادة وإذا دفع وإذا ما دفعكش فعرف إنه الشامبو اللي عم بيستعمله شامبو 5 ريال فهذول عم بيضروا بالمجال بصفة كبيرة أكثر حتى من الفريلانسر نعم. إنه فريلانسر بيرجع للرغبة زبونة إذا هي تحب تروح هذيك حريتها بس إنك من القطاع وعندك يعني سجل تجاري وعم تدفع ضرائبك وعارف القانون وعارف كذا بتروح للخدمات هذه صعبة الكلمة بس بالدناءة هذه مش حلو فهذا أنا بالنسبة لي ومن موقعي هذا يعني إن شاء الله الوزارة تنتبه إن شاء الله للموافقات اللي تعطيها شو بتحبي توجهي نصيحة للسيدات؟ هو أول نصيحة كل سيدة هي حلوة مهما كانت فما فيش واحدة مش حلوة إذا اقتنعت إنها هي حلوة فروحتها للصالونات بس إنها تزود من حلاوتها في منقوب شيء ثاني كنت فاكرة لما جيت إنه المجتمع الخليجي بصفة عامة والمجتمع القطري بحكم في الخليج إنه مجتمع رجالي بالأساس بس اكتشفت وكنت خايفة أول ما جيت قطر وسمعت خليج لأنه كنا ماخذين فكرة خاصة المغرب العربي ماخذين فكرة الخليج هو السعودية فما تطلعش كاشفة شعرك ما تطلعش كذا ما تعملش بس لما جيت القطر اكتشفت بلد متفتح بلد من قدر معين ومحترم من الوعي انه وعم بيحسن كل سنة وسنة يعني انا من جيت 14 سنة غير السنة هذه في تقدم كبير في ناس عم تتعلم ناس عم تتطور ناس عم بتعمل انفستمنت في الأماكن الصح وفي الموضوع هذا بالذات برجع بالشكر الكبير للشيخة موزة لأنه عن جد يعني غير كونها تاج على كل راس امرأة هي إنسانة مستبقة يعني اللي عملته في السنوات هذه الأخيرة خلت البلد تنهض مش 10 سنين يمكن 30 سنة القدام وساعد كثير إنه ما فيش عنصر نسائي وعنصر رجالي عنصر نسائي إذا عندك الكفاءة وتحب تطور من حالك الباب مفتوح وأنا أكبر دليل بناتي يعني أكبر نجاح عملته من يوم ما دخلت قطر هو دراسة بناتي وتميزهم في الدراسة وهذا كله يرجع بفضلها هي يعني حتى البلد مش يشجع القطري بس والقطرية بيشجع حتى المغتربين والمقيمين فشكر كبير 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 له نعم بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لو وصلتي لهاي المرحلة فأنت لمين بتحبي توجهي رسالة شكر عبر برنامجنا البصمات كثيرة بس الشكر الشكر الكبير لأبو محمد أكيد رح يعرف مين هو يعني أحترم أني ما استشرته أني أبلغ أو أقول اسمه كامل
بس هو شريك واخ وعزيز وغالي، ابو محمد وام محمد، الناس اللي احتضنوني من اول ما جيت قطر. نعم. يعني شكر كبير وجميلهم على راسي من فوق. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي اكثر وين مكانكم وشو هي طرق التواصل معكم؟ احنا في الثمامة بس قريبين من سوق الفرجان. التواصل في ارقام التليفون راح تكون موجوده في الانستغرام artista.bc. شكرا لك. تسلموا. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان اشكر السيده درساف عطيه على حسن استضافتها لنا وعلى امر اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا. شكرا لك وجودكم. تسلموا يا رب. شكرا.